السلام عليكم، أهلا وسهلا بيك. احكي لنا قصة طلاقك بالتفصيل. عليكم السلام. أسولف لكم قصة طلاقي. مثل ما سألتيني، تزوجت أني لمدة 4 سنوات. زوجي كان إنسان زين، سألنا عليه ما بي أي عيب، وكان أشوفه مهتم بشكله ومظهره وما عنده أي مشكلة. وأنا كان أهم شيء يعجبني إنه أرتبط بإنسان يكون شكله مرتب، لأنه أنا مهتمة بنفسي فردت نفس الشيء. هو كان طيب وخلوق ويحبني هواية ودائما يريد يرضيني ويسعدني، الحمد لله. هاي كانت بالبداية. بعدين مشكلة صارت بعد الزواج، بعد السنة الأولى لاحظت على زوجي بدأ يسمن، أكله يصير بشراهة وظل يسمن. بالبداية يعني حسيت يعني أنه شيء طبيعي، يعني ما عنده أي مشكلة، يروح يشتغل ويرجع وما بيناتنا أي مشاكل ولا عنده مشكلة ويا أهله. بس إحنا ما متفقين، كنا على أطفال، ما ردنا أطفال بالبداية. بدأ يسمن كلش، وصار حتى عنده كرش يعني، وصارت الملابس ما تناسبه، فظل يلبس الملابس اللي تكون يعني أي شيء بس يكون قياسه، وظل يستمر يأكل هواية، ويعني نقول له روح العب رياضة، لا تأكل هواي، ما يسمعني، ما يهتم لهذا الشيء. وكان يضوج إنه أنا أحرص يعني على طعامه أو من أصب له أكل، ما أخلي له هواي أكل. يظل يتعارك وياي يقول لي تتحرمين من الأكل، ما أعرف أنا كنت متخبلة يعني. هو ما كان هيك قبل الزواج، وحتى من الزواجنا أول سنة. السمنة بشكل عام هو مرض يصيب الإنسان بشكل عام بمستويات متعددة، يكون بيها الوزن الجسم ونسبة الدهون بيها أكثر من الطبيعي أو الحد المسموح بالدراسات. أكو مقاييس هواية للسمنة، من ضمنها مقياس كتلة الجسم اللي هم يقسمون بوزن الجسم على الطول بالمتر، وأكو بيها محددات، بيها يعني زيادة بالوزن أول شيء وراها تصير سمنة من الدرجة الأولى، سمنة من الدرجة الثانية، وإضافة إلى السمنة المفرطة بعدين تصير. هذه أنواع السمنة، هي درجات يعني حسب الدرجة، إنه شقد كل ما يزيد الوزن كل ما تزيد الدرجة مالتها. في الحقيقة هي طبعا ظاهرة من زمان، يعني إحنا إذا نجي نشوف على خصوصا النساء، المرأة من تبدي تتزوج وتبدي عمليات الحمل والولادة تبدي ما تعتني بجسمها، بالإضافة إلى أنه التقدم بالعمر تبدي اختلال بالهرمونات، عمليات الاحتراق تقل في جسم المرأة فتبدي تتعرض للسمنة. فإحنا نشوف هذه الظاهرة منتشرة طبعا بالوقت الحالي، بس مو بعد كل النساء، أكو نساء لا، يعني هي مثلا متجاوزة 40 أو 50 لا محتفظة برشاقتها والظل تتردد على مراكز الجيم، مراكز الرياضة حتى تنزل من وزنها وتخفف من الرجال. الرجال أيضا موجودة ظاهرة السمنة، بس أيضا بالوقت الحالي أكو فد تثقيف بهذا المجال، يرتادون الجمات، المراكز الرياضية، يلعبون رياضة حتى يعني يخففون من وزنهم، وهذا اللي نشوفه كثرة المراكز الجيم المنتشرة بالعراق. يعني عندي طالب العام ناقش رسالة الماجستير تقريبا 300 مركز جيم بين كرخ ورصافة، هذا يدل على أنه أكو إقبال على هذه المراكز. هذا نتيجة التثقيف، نتيجة الوعي، نتيجة التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه يلتفتون إلى مضار وخطورة السمنة. بالحقيقة هو الموضوع مو بهذه البساطة، أنه إحنا نقدر نقسم أنه هذا الشيء يخص النساء أو يخص الرجال. السمنة اضطراب غذائي أو اضطراب
بالأيض الغذائي. ممكن يكون بعض النساء أكثر عرضة من 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 الرجال، وممكن العكس، لأنه الموضوع بعوامل هواية. الأشياء اللي تخلي زيادة الخطورة أو نسبة النساء أكثر هي نقدر نقول الهرمونز، التغيرات الجسدية اللي تصير بسبب الحمل، بسبب نشاط الغدة الدرقية. هذه الأشياء تكون ممكن ترجح كفة النساء. بالمقابل كفة الرجال أيضا ممكن أنه ترجح من ناحية جينية. الاضطراب الأيض الغذائي أو السمنة هو واحدة من الأمور اللي دائما ما تكون نسبة الجينات والتأثرات الوراثية بها كلش عالية. وهذا بالأمور الشعبية تشوفين أنه هواية من الناس تقول مثلا أني هذا أخويا مثلا يأكل وما يسمن، وأني مثلا لا أكل شوية رأسا يصير عندي زيادة بالوزن. فهذه يعني الأمور بها هواية متغيرات، إحنا ما نقدر نعزو سبب واحد أو كمية أو شخص أو مثلا جنس أكثر من غيره، لأنه هو يعني فد اضطراب أو مرض هو متعدد الأسباب. فظليت دائما أتعارك وياه، ووصلت المشكلة أنه تزعجني أنه عيالي الوياي بالبيت هم ما يتدخلون وما لهم علاقة بالموضوع، وعتهم عادي، وأمه دائما تقول لي وش تريدين من يمه، خليه يعني يأكل براحته. يقولها جاي تشوفينه، يعني وصل أنه حتى الباب يعني بصعوبة يفوت لهيك، يعني ما تتخيلون الموضوع. وأنا شد كل شيء يعني متنرفزة من هذا الشيء. وصل بينا الموضوع اللي إذا نروح مثلا أحد عازمنا من أهلي أو من أهل أقاربنا يظل يأكل هواية بحيث كل يباعون عليه، وهذا الشيء خليني يعني شلون أستحي. أنا ظليت أستحي وظليت ما أطلع، وإذا أطلع أطلع وحدي وما أخليه يطلع وياي. يعاني البعض من الأزواج أو الزوجات سمنة الشريك الآخر المفرطة، التي باتت تؤثر على علاقتهم الزوجية بشكل مباشر وكبير، كما تتسبب لهم بنوع من الحرج الاجتماعي أمام الآخرين بسبب نظرات المجتمع. بالمقابل الشريك السمين يعجز عن النحافة والتخلص من السمنة وتوابعها النفسية والمرضية، رغم أن هؤلاء الأزواج والزوجات لا ينكرون خفة الدم التي يتمتع بها الشريك السمين، إلا أن الحرج الاجتماعي وصعوبة متابعة شؤون الحياة الزوجية ومتطلباتها بسهولة ويسر تؤول إلى مشاكل زوجية واجتماعية عديدة تقلقهم. فهل تقود سمنة الشريك الآخر إلى مزيد من المشاكل الزوجية، أو ربما الانفصال والطلاق العاطفي قبل الطلاق الفعلي؟ أولاً السمنة راح تسبب له أمراض صحية، هذا راح يبدي يروح للطبيب، يبدي يعني مثلاً يزيد المصروف عليه، لأن راح يرتاد عيادات الأطباء. بعدين هو ايضا راح ياثر على حالته النفسيه، راح تتوتر علاقته بزوجته. اكو قسم من الزوجات صراحه وهي شفتها يعني تستحي انه تقول هذا زوجي، تستحي تطلع وياه، تستحي تمشي وياه، حتى اطفاله يعني يستحون يقولون هذا ابونا هذا والدنا. فطبعا السمنه الزائده ايضا راح تاثر بشكل كبير على الوضع الاسري داخل المنزل. الجانبين صحيحات، انه السمنه بحد ذاتها هي عامل ضاغط على الانسان، لانه دائما هو باله يخلي الجسم الرشيق والمتناسق هو المقياس، وهذا الشيء اللي مرغوب بالمجتمع وعند الناس، تمام. بنفس الوقت الاكتئاب بحد ذاته او الاضطرابات المزاجيه والنفسيه ممكن هي تسبب سمنه، لانه وجدوا العلماء انه اكو هرمون السيروتونين هو موجود وبيترابط كبير ويا المراكز التغذيه عند الإنسان. فعادة ما يكون هذول الناس بالبداية يحاولون يعوضون هاي المشاكل المزاجية بالأكل، والأكل طبعا عادة ما يكون من نوع الكربوهيدرات والحلويات والسكريات، يكون أكثر لهم حافز تجاهها. فممكن الاضطرابات النفسية اللي هي يعني مو بسبب السمنة تؤدي إلى سمنة، وممكن العكس إنه السمنة تسبب لنا اضطرابات نفسية. هواية حكوا وياي من صديقاتي إذا شافوني يعني قبل ما كنت أطلع وياه،
قالوا لي شبي زوجك انت من جيناتش بالعرس ما كان هيجي ليش هيك السمن شنو مريض بيشي. فأنا من هذا الكلام قلت يعني جوز هو مريض. فظليت احكي وياه وانه نروح للدكتور حتى نشوف شنو السبب. طبعا هو ما قبل ويعني بالبداية وقال لي أنا مو مريض، أنا إنسان طبيعي وأنتي تطلعين حجة يعني علي. فأنا هاي الفترة يعني ظليت كلش يعني كرهته، ما تصورون جي قالوا، ظليت أزعل يم أهلي وهو يحاول يصالحني وأهم أرجع وهم نفس الشيء، كل فترة أزعل وأرجع. بعدين هو قد ما أنا لحيت عليه شو اسمه قالوا، قال أوكي أنا أروح وياك للدكتور. رحنا للدكتور يعني كتب لنا دايت، كتب لنا نظام غذائي ويعني ما قال إيش، وقال لا تأخذون المنحفات ممكن السبب له أمراض أو شيء، ونصحه بأنه يقص معدة. والله بعلم النفس أني هاي السنة والعام الماضي أشرفت على رسالتين. العام الماضي كان على الطلبة بالمرحلة الإعدادية اللي يترددون على مراكز التدريب الرياضي، كان يعني الدافع درس الدوافع هل هي داخلية أم خارجية، وكانت طبعا الدوافع أكثرها داخلية، يعني الفرد هو من ذاته يريد يروح يتردد على هذه المراكز. وهذه السنة أيضا أشرف على طالبة تدرس على عمليات قص المعدة، تكميم المعدة. هاي بعدها ما مخلصة، تدرس القلق الصحي عند هذول اللي يروحون إلى عمليات قص المعدة، لأن يراودهم قلق أول شيء من سمنتهم، هاي أول شيء، ويصير عندهم تحسس جسمي يقضى بجسمهم تحسس. الشيء الثاني انه يخافون من نتائج قص المعده، فدرست عندهم القلق، بس بعدنا ما متوصلين للنتائج. بس الدراسه السابقه لا، كانت الدوافع داخليه، يعني دافع ذاتي عند الفرد، عنده دافع شخصي هو يريد ينزل من إناث. لانه يعني شك بامره وراثي، بس انا ما اشوف وراثه يعني عنده، هو كل اهله طبيعيين اجسامهم طبيعيه، بس الدكتور قال ممكن تكون طفره وراثيه او هيك شيء، بس معدته متمدده ولازم يسوي قص معده ويلتزم بالنظام. زوجي كل شيء خاف من هاي الشيء، وحتى من يعني الوجبات اللي طاهيها الدكتور ما يقدر يلتزم بيها، ما يتحمل ويصير عنده مثل الاغماء، فما قبل انه يسوي العمليه. وبقيت انا اصر على هذا الموضوع، وظلي يعني يخاف من شيء اسمه اكل، يعني هو من انا اجيب له النظام والوجبات يطلع ويروح ياكل برا، وظل بالزايد ما يهتم بنفسه، وملابس مثل ما قلت لكم يشتري الأشياء اللي بس تكون على حجمه. وصلت المرحلة بأنه ما يهتم بنظافته الشخصية وحتى عطور ما يستخدم. فأنا ما تحملت وطلبت الطلاق وانفصلنا، وما ندمت يعني على الانفصال. عدم الاهتمام بالذات وبالنظافة الشخصية، وهذا الشيء ممكن أنه يكون جزء من اضطرابات نفسية صراحة. ما نقدر نشخص ولا نقدر نقول شنو هذه الاضطرابات إذا ما نشوف الشخص، وهذه التغيرات هل هي يعني هذا كان في شيء مفاجئ أو في شيء تدريجي، هل هو جزء من اكتئاب، هل هو جزء من اضطراب الذهان، لأن الحالات الذهانية ممكن أيضا الأشخاص يهملون نفسهم. الذهان هي حالة من عدم الترابط مع الواقع، اللي نقصد به انه هذا الشخص يكون عنده اوهام او يكون عنده هلاوس. ف يعني اشخاص مثل المصابين بالفصام، يعني فصام الشخصية، ذول الاشخاص يعانون من الاعراض الذهانية، اشخاص يعانون من اضطراب ثنائي القطب ممكن في بعض الاوقات يحسون
بهذه الاضطرابات الذهانية. فالذهان ممكن يخلي شخص يعني غير مكترث إلى نفسه، إضافة إلى الاكتئاب نفسه. الاكتئاب ممكن يخلي شخص إذا كان شديد ممكن إنه يخلي شخص إنه ما يشوف قيمة لهذه الأشياء والاهتمام بنفسه، في يعني يترك نفسه ويهملها. زين، خلال هذه الفترة ما حد نصحكم من أهلك، والدتك، هو والدته، ما حد تدخل بموضوعكم، حال يعني وصلتوا إلى حلول أو نصائح قبل إنه تنفصلون؟ سؤال اللي نصحوني، أي نصحوني يعني هواي ناس نصحوني. بالبداية أمي نصحتني، قالت لي اشتركي أنت ويا بنادي بجيم، يكون هو يعني البنات والولد، وروحي شاركي وياه حتى تحفزي يعني يضعف ويلعب رياضة. أنا أول ما حكيت له الموضوع ما قبل، وقال لي يعني شنو إحنا تروحين جيم وهاي؟ قلت له أنا أروح قسم النساء وأنت بالرجال، وحتى يكون أنا وياك نروح سوا ونجي سوا وما تمل. ما قبل بالموضوع، ويعني قال ما أقدر أني أروح وياك. نصحتني أمه هماتين، قالت لي أنت حقك إنه تطلبين الطلاق، هاي صارت مشكلة والموضوع يعني أنت بالغتي بالبداية، وابني عاد وإذا سمن يعني شنو تقبليه مثل ما هو. بس قالت لي فكرة إنه أنت إذا تطلبين الطلاق إحنا راح نضغط عليه، ويجوز يعني بعدها راح يقول أني راح أضعف ويضعف وراح أرجعك. أنا كلش فرحت من هذا الشيء. أنا بالبداية يعني من طلبت الطلاق وقلت لك يعني ما ندمت على الطلاق، بس بنفس الوقت أنا يعني ما كنت أريد الطلاق. هذا موضوع الطلاق أو حتى الاختيار الشريك، هو هنا يعني تجي مسألة الأولويات عند الناس والأشياء اللي نعتبرها بالنسبة إن أو يعني هذا فشيء ضروري وهذا فشيء ثانوي، لأن الأشياء الضرورية عندي قد الآخرين تعتبر ثانوية. فإحنا هذا الموضوع القناعة أيضا هو موضوع نسبي، يعني أكو هواي من الناس يعني وبعلاقة ومتزوجين وحياتهم جيدة وهم مثلا يعانون من السمنة، تمام، وأكو أشخاص لا، إنه هم يعتبرون هذا الموضوع يعني غير قابل للنقاش، انه احنا اهم شيء انه يكون مظهرنا امام الاخرين وامام نفسنا او صحتنا، تمام. قد تخفي يعني السمنه اشياء اخرى غير ظاهره للعيان، ممكن انه هي تخلي الاحساس بالرغبه بالاستمرار بالزواج غير مكتمل، يعني ما يكون هو السبب الوحيد او السبب الرئيسي او النهائي، انه تكون انه انا مثلا عندي اشياء اخرى بس اللي ظاهر للناس هو السمنة، انه جت السمنة هي خلينا نقول القشة التي قسمت ظهر البعير. مو قلت لك هي راح تأثر اول شيء على الحالة النفسية للفرد. الفرد من يشوف نفسه بدا وزنه يتغير، مدى يسيطر على وزنه، بعد مدى يقدر مثلا ملابسه تتغير، يعني ما يقدر شلون اقول لك يطلع بالمظهر الحلو، خصوصا اذا هو ما كان سمين، هو كان رشيق وبعدين زاد وزنه، هاي كلش راح يأثر أكثر، ومدى يقدر يعني يتبع فد حمية غذائية، ما يقدر يتبع فد ريجيم معين وينزل وزنه، يبدي تنتابع حالات القلق الصحي، تنتابع حالات كآبة، فهذه تأثر على علاقته بزوجته وعلاقته بأولاده وعلاقته داخل البيت. يعني أشو شهر شهرين ثلاثة أمه يعني ظلت ما تتصل ولا تتواصل وياي، واحنا على اتفاقنا يعني من رحت للمحكمة اني ولا خليت لا محامي ولا شيء، هم قالوا احنا نعطيك الحقوق مالتك. اخذت غراضي والغرفة مالتي، وقبس المؤخر ينطي دفعات واجراءات هي مالت محكمة، وهاي يعني ما وكلت محامي، يعني بقيت على هو، لان هو قال انه اني انطي حقوقها، وهو مو ما منطي يعني ينطي الحقوق، وظلت تجيني دفعات. بس اني كل بالي انه راح يضعف، ومثل ما قالت امه يعني انا اتفقت ويا امه،
ظلت ما تتصل، وهو هماتين يعني قطعوا بيا، وإذا أدزلهم ما يجاوبوني. وبس أنا يعني بالبداية ما ندمت، بس بعدين ندمت على الطلاق وردت أرجع. بس شلون ما أعرف، يعني من أحكي ما يرد علي. وآخر فترة سمعت من أقاربه إنه هم يريدون يتزوجوا وهو نفس وضعه باقي. أنا صارت عندي غيرة من الموضوع إنه شلون يتزوجوا، إحنا اتفقنا إنه هو يضعف وراح نرجع. فردت أرجع له بأي وسيلة وما أعرف شو أسوي. بس أنا اليوم من خلال برنامجكم أريد أسأل، يعني أقدر إنه أطعن بالطلاق؟ أقدر إنه أقول أنا ما كنت راضية وكنت مجبرة على هذا الشيء لأنه أمي رادت إنه اتفاقنا هذا؟ وما أعرف يعني شلون أوكل محامي، ما أدري يعني شنو اللي أسوي. يعني إذا وحدة ندمت على الطلاق تريد ترجع، فشنو اللي تسوي؟ فياريت تفيدوني وشكرا لكم. نعم، هسه احنا راح نروح لمختص وياريت تتابعينا ونسأل إذا ممكن للزوجة تطعن بقرار الطلاق أم لا. شكرا لك. بالحقيقة هذا السؤال اللي جاوب عليه أكثر شيء هو الزوج، لأنه العلاقة هي مبنية من طرفين. ما نقدر إنه إحنا مثلا هي مهما تكون تحبه، مهما تكون ترجع له، إذا شخص بالطرف الثاني ما راغب ممكن يعني حتى الرجعة ما تكون صحية يعني إلها. فهذا الشيء جاوب عليه الزوج. إذا كان الزوج هو أصلا ما مهتم وغير مكترث وما حاب إنه ترجع يكمل حياته، فالأفضل إلها إنه هي يعني تبني حياة جديدة وتسعى إنه تكون يعني كشخص تعتمد على نفسها بقدراتها، بتسوي الأشياء اللي هي تحبها، تعيش حياتها قدر الإمكان، تتأقلم مع الوضع والظرف الجديد. إذا كان الشخص الثاني اللي هو الزوج مهتم وعاجبه انه او ممكن انه يرجع يكمل وياها حياته، ذاك الوقت احنا يعني ممكن ننصحها انه هي تسعى اكثر واكثر وتحاول قدر الامكان تستعين باشخاص اخرين ايضا حتى يقنعون اهله. والله اذا هي تحب زوجها، اذا هي تحب زوجها ويعني وشاعره بالندم، ماكو انسان ما يخطئ، فما بيها شيء، لا ضير انه تروح تسوي العلاقات وياه وتفهمه يعني طبيعه الموضوع، ما بيها شيء، بالعكس هي توقف بجانبه، هي تساعده، هي تهيئ له الظروف وتهيئ له السبل حتى يعني يقلل من وزنه، بالعكس بهالحاله راح تشجعه معنويا انه يقلل من وزنه وترجع علاقتهم، ما بيها شيء. يعني هو احنا حتى الزواج مو قائم على المظهر وعلى الشكل وعلى هذا، اكو غير امور هي اللي تديم الحياه الزوجيه. إن السمنة المفرطة التي باتت مرضاً منتشراً بين الأزواج خاصة له عدة أسباب تكمن وراءها، ومنها لجوء البعض منهم إلى تناول الوجبات كثيراً، والكسل وتجنب الأعمال المرهقة، والتسمر وراء شاشات التلفاز أو مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من دون ممارسة أي أنشطة رياضية تذكر، معتمداً في تلبية طلباته على الزوجة والأبناء. دكتور محمود، أهلاً وسهلاً. أهلاً بك. هل من الأسباب اختيار شريك الحياة المظهر الخارجي والوزن؟ نعم، لا شك من أحد الأولويات التي تقدم بها الزوج، حتى يعني عندما تقدم إلى الخطيبة، فإنه تنظر بكثرة المعايير والنقاط التي يجب أن تتوفر في اختيار شريك الحياة، ومن جملة هذه الأمور هو المظهر العام، وكذلك الشكل، وكذلك الوزن. كل هذه من أولويات المواضيع اللي ممكن أنه يتحدثون من خلالها بهذا المجال. فلاحظ في الآونة الأخيرة بدأ اهتمام الفتيات بهذا الموضوع، وتتمنى أنه يكون هنالك شخص رشيق أنيق مرتب ذو مظهر جيد، ذو حسن، ذو جمال، ذو أناقة، حتى يكون هنالك نوع من التباهي، نوع أنه تقترن بالقضية. ولهذا السبب عندما يكون هنالك صورة موجودة، وهذه الصورة تكون حقيقية، فتنظر في جميع المناظر في حيث أنه يكون هذا رشيق، إلا أنه
في فترة من الزمن مثلا يكون هناك تغيير في التغييرات الجسمية والتغييرات الفسيولوجية نتيجة للنمو، نتيجة للتطور، نتيجة لكثير من الأمور، فنشوف أن هناك تغييرات تبدأ. فإحنا في حينها نبدأ في لحظة الخطوبة عندما يتقدم أحد الشباب إلى فتاة، فمن الأولويات أنه تهتم في مظهره الخارجي. دائما نسمع الأزواج بالمستقبل بعد زواج 10 سنوات أكثر يذكرون بأنه أنت كنت حلوة بداية زواجنا، كنت مهتمة بشكلك، كنت تطلعين تلبسين أرقى لبس، الآن تغيرتي بعد الأطفال. لكن الحالة اليوم هي تعاتب الزوج بعد الزواج 4 سنوات أنه بدأ بعد السنة الأولى بأنه ازداد وزنه، وصل إلى أنه يضايقها حتى من تظهر وياه بأماكن عامة. نعم. أو ممكن أماكن زيارات للأقارب وغيرها وسبب لها إحراجات. كيف نوصل فكرة أنه التغير بالوزن بالتحديد سواء الزوج أو الزوجة إلى عدة أسباب مثل ما راحت المختص وشخص لها الحالة؟ نعم، في كل عمر وفي كل مرحلة من مراحل العمر هنالك تأثيرات على شكل الفرد. نشوف أنه في فترة الطفولة هو بيشبه في فترة المراهقة، في فترة المراهقة لا يشبه في مرحلة الرشد، وفي مرحلة الرشد لا يشبه في مرحلة الشيخوخة، نتيجة للتغيرات اللي تحدث على الجسد بصورة عامة. في فترة المراهقة يكون هنالك سلوك اهتمام بالمظهر الخارجي، فهو يهتم بنظافته الشخصية، يهتم بمظهره، وحتى إلى قيمة كبيرة جدا بأنه يتقمص ويقلد الشخصيات اللي بهم أكثر أناقة، أكثر رشاقة بهذا المجال، حتى يكون هنالك يعتقد أنه هو محط أنظار الجميع، فهو مراقب وملاحظ من قبل الآخرين، فيبدي يبرز في هذا، فيذهب في تحسن هذه الشخصية. من ناحية جسمية شوف أنه يدخل في قاعة الجيم في سبيل أنه تبرز عضلاته حتى يكون في مظهر جيد. في ناحية مثلا القيم الجمالية شو يهتم مظهره، في خاصة في شعر يعني مال التسريحات اللي موجودة، حتى يكون هنالك نوع من مظهر لائق ومعجب للآخرين، حتى يكون هنالك إقبال، وهذا كله هو سلوك إقبال يختطي ويقوم به الفرد في سبيل أنه يكون مقبول لدى الآخرين، ولا سيما الفتاة اللي هو ممكن يقترن بها. أثناء الخطوبة وفي السنة الأولى من الزواج اللي هنا، إذا كانت هنالك علاقة حب وعلاقة غرامية بيناتهم وعلاقة عاطفية، فيكون مظهر والأناقة مهتم جدا بحيث أنه يظهر بالمظهر الجيد أمام شريكة الحياة. بعد فترة من الزمن نتيجة للعمل، نتيجة للتغييرات الفسيولوجية، نتيجة لتطور العمر فيه، تظهر بعض التغييرات اللي موجودة. هذه التغييرات فيبدأ قد يكون هناك البدانة تظهر عنده، تظهر عنده نوع من السمنة، تظهر من عنده حب الطعام، الشراهة في الأكل، كثير من الأمور. قد يكون طبيعة العمل مالته أنه ما يأكل مثلا وجبات سريعة خارج البيت فيهتم أكله، فيكون الوجبة الرئيسية مثلا عند المساء، فبالتالي ما يكون هناك تنظيم غذائي جيد، فتبدي هذه الهرمونات أيضا تأخذ ما أخذها وتعمل عملها، بالتالي راح يكون هنالك نوع من الشراهة والبدانة، تتغير ما كان عليه في السنة الأولى فيظهر عنده السمنة. فهذه هذا كله وارد دكتور. نعم. من كلامك أنه بعد السنة الأولى ممكن حتى ممكن هي الزوجة تمر بهذا الموقف، ممكن مو فقط الزوج يعني لأسباب كثيرة تكون هي جسدية أو نفسية أو نعم. مجتمع ونتيجة ضغط نعم. العمل. الأسلوب ضروري مهم حتى الزوجة هنا تعالج هذه الحالة. الزوجة لجأت بالبداية إلى أنه تتكلم مع الزوج، بعدين دخلت ناس بحتى يوصلون إلى حل، وراحت لمختص وطبيب. هل تصرفها صحيح أم أنه ما حسنت التصرف في بعض الهفوات؟ نعم، يكون هنالك بالإرشاد الزواجي يكون هناك توافق وتكافؤ. هذا التكافؤ في جميع المعايير، قد يكون توافق أو تكافؤ اجتماعي نفسي تكنولوجي مثلا، أو يكون تكافؤ ثقافي، كل أمور. نأتي إلى التكافؤ من حيث المظهر الخارجي ومن حيث الرشاقة، فتسعى الفتاة
او الزوجه او الزوج انه يكون هنالك تكافؤ من هذا النوع. ليش؟ لانهم مقبلين انه قد يكون في ضيافه احد الاشخاص، قد يكون هنالك حفله معينه، قد يكون هناك مناسبه معينه، فهي تريد انه تتباهى بزوجها، وبنفس الوقت انه هو ايضا زوجها يريد يتباهى بزوجته، فلازم انه يكون هنالك رمز للاناقه ورمز للرشاقه اللي موجوده. شاء القدر بانه يكون هنالك هرمونات اشتغلت وكذا هذه، فصار عنده بدانه. هذه البدانه يسبب عامل مزعج الى الشخص الاخر بانه كيف اطلع معه، كيف كذا، هذا راح يغير من ملابسه ويغير من شكله ويغير من طبيعه المنعطف الاجتماعي بصوره عامه. كل هذه تؤثر تاثير سلبي على الحياه الزوجيه، وتبدا بالتفكير انه كيف نعالج هذه الحاله، كيف نعالج عمليه السمنه. فهنالك بدائل موجوده، من ضمن هذه البدائل بانه هو انه الذهاب الى الطبيب والمختص في النظام الغذائي وفي الصحه الغذائيه، ممكن انه يعطيهم جدول معين، هذا الجدول يتمسك به. بس هنا المشكله وين؟ انه هل يستطيع الزوج، وخصوصا اذا كان لا يؤمن بهذه الفكره، رافض فكره بانه مصاب بشيء او شيء خاص بجسمه. احسنت، فقد يكون هو لديه دافعيه نحو الاكل، لديه حب الطعام، لديه الشراهه في الاكل، ولديه متعه في استخدام او تناول هذا الطعام. فعندما كل مرغوب هو مقبول، فعندما امنعه من اكله معينه وهو يحب هذه، فصير انه هنالك دافعيه نحو هذه الاكله، وبالتالي هل لديه الرغبه انه يذهب الى الطبيب وينظم غذائه بصوره صحيحه، وبالتالي يكون هنالك نوع من الالتزام والترتيب والتخطيط في الماده الغذائيه في سبيل انه يقوم جسده وشكله بتقويم صحيح. مو كل الأزواج قد يكون حاصلين على هذه القناعة وعلى هذه الثقافة بصورة عامة. نعم. يعني الزوجة هنا تصرفها هي شلون المفروض، هي راحت لمختصين. نعم. انطوها الحلول، بس ما قدرت بأسلوبها أن تقنع زوجها، شلون ممكن المفروض تتصرف مع زوجها؟ يعني هو أهم شيء في هذا المطاب أنه هنالك عملية القناع، الإقناع وعملية التواصل وعملية كيف أأثر بالمقابل، بحيث أنه لا يكون بالإكراه، تغيير بالإكراه، بقناعة أنه قد يكون هذا السمنة تؤثر على صحتك، قد تكون. بس إحنا لا نتناسى بأنه قد يكون هو جانب وراثي، أو هنالك جانب مرضي، أو هنالك جوانب يعني أعراض جانبية على ما يأخذه من علاج وكذا في هذا المجال، قد تؤثر على كثير من الصحة العامة. يعني المفروض كانت تروح لمختص آخر. نعم. غير أنه يكون تغذية أو أنه يكون مختص بتغذية، تروح لجانب نفسي، جانب أمراض أخرى، أنه تفحص جسد بصورة هو عامة. هو ممكن أنه نأخذ طرفين، قد نأخذ بجانب النفسي ونأخذ بجانب العضوي. نعم. فممكن أنه تذهب إلى طبيب مختص بالغدد والهرمونات، قد يكون هناك خلل في هرموناته والغدد مالته، وبالتالي تفرز هذه الإفرازات وهو يعني لا إراديا بهذا المجال. بالجانب الآخر لا يكون نفسي، بأنه كيف نؤثر بهذا الشخص بأنه يذهب إلى طبيب نظام غذائي ويقتنع بالعملية وتكون لديه الدافعية نحو تغيير من شكله وكذا وهذا. فمن يؤثر به؟ هل أمه تأثر به؟ هل الأب يأثر به؟ هل الزوجة تأثر؟ هل صديقه يأثر به؟ هل أقرب الناس إلى يؤثر به؟ وبالتالي إحنا علينا أن نختار الشخص المؤثر حتى يتكلم معه، حتى يقتنع بهذه ويذهب، يكون عنده دافعية يذهب إلى نحو هذا التغيير، وبالتالي راح تكون هنالك بدون مشاكل، ويبدي إنه يرشق نفسه ويكون هنالك بالمظهر الجيد. واضح من القصة إنه يعني هذه الحالة الزوجة ما كان لها أي تأثير على الزوج، بالتالي لجأت إلى أم الزوج. وصار الاتفاق بتغافل طبعاً بأنه يتم الطلاق ومن بعدها ممكن يضعف وممكن يرجع لها. نعم. هذا الاتفاق بحد ذاته، هل أنه يعني هي أم الزوج ما كانت مقتنعة بأنه ابنها بمشكلة؟ نعم. مع ذلك أنه الزوجة اتفقت معه من البداية، هذه الثقة اللي نطتها الزوجة صحيحة أم غير صحيحة؟ يعني هو يفترض بأنه على الزوجة أن تأخذ أكثر من مأخذ في هذا المجال، انه ليس لا تتجه الى الوالده فقط، والده زوجها، وتتكلم معها بهذا المجال. نحن قبل قليل قلنا بانه من هي الشخصيه المؤثره في هذا المجال. تعتقد
ومن هو يقتنع بهذا التغيير. ولهذا السبب انه ام الزوج قالت انه ماكو مشكله. نعم. واذا كان بديل واذا كان لديه حب الطعام والشراهه وكذا وهذا ما جاء اشوف اكو مشكله بالموضوع هذا، في حين انه الزوجه لا، هي الام دائما تشوف ابنها غزال. نعم. يعني ما به اي اسباب وما به شكل عيب اصلا. بالضبط. فممكن انه تلجا لشخص ثاني. طيب الثقه اللي نطتها الزوجه يعني الاتفاق اللي تم يعني بمغافله الزوجه وتم الطلاق، يعني هنا خطر جدا على حياتها المقبله، سواء انه رجعت للزوج او غيرها. هذه الثقه اللي نطتها يعني كيف ممكن تعالجها وهي اكيد تشاهد الحلقه الان؟ يعني كان يفترض انه تكون اكثر مرونه الزوجه، اكثر مرونه واكثر تعاطيا لهذا الموضوع، بحيث انه عم يتخذ القرار، قرار الفصل وقرار الطلاق وقرار انه الابتعاد عنه، لانه هذا قد يكون عقوبه له. كيف انه ما عدل من وضعه، عدل من شكله، عدل من صوره جسمه بهذا المجال، فانا اعاقبه انه انفصل. قد لا يكون هذا هو السبب الرئيسي لحاله الانفصال، والدليل على هذا انه صار ندم، والندم هذا ولد الغيره، لانه اثناء القصه بانه اهله وعدوه بانه يزوجوه بهذا المجال، وكثير من الفتيات تقبل على هذا الوضع. ليش؟ لانه قد يكون هنالك ماكو اولويه، انه اذا كان بدين اذا كان غير بدين ما عنده مشكله، في حين بعض الفتيات لا تشوف انه المظهر مالته جيد وكذا. فكانت هي يفترض ان تكون اكثر مرونه ولا تتخذ هذا القرار، لان القرار الطلاق هو مو بالهين، ولا دليل هذا انه بدت عمليه الندم وعمليه الغيره وعمليه الرجوع وعمليه. هل الغيره اللي صارت للزوجه نتيجه تملك بانه زوجها راح يكون مع انسانه ثانيه، بانه هي نانه يعني تحبها حب تملك وما تسمح بانه تملك انسانه ثانيه؟ يعني هو كان الصوره بانه وسيله ضغط على الزوج في سبيل يغير من هذا، فكان نوع من العقوبه، وهو العقوبه الاكثر شيء هي الاهمال. فكانت تهمل زوجها، عسى ولعل انه يهتم بمظهره، يهتم بنظافته الشخصيه. صح. يهتم يكون سلوك اهتمام، كيف كان بالسنه الاولى، كان مثلا مشتاق لها، يهتم في نفسه، يهتم بكثير من الامور. هنا من طلبت الطلاق من عنده هي نوع من العقوبه لديه، ولكن هذه العقوبه هنالك شروط لتنفيذ هذه العقوبه اللي موجوده، فوريه الحدث، قد يكون انه تعاقبه على مستوى الحدث، هذا كلها ما كانت. انه الزوجه لا كانت اكثر مرونه، ممكن انه تتعاطى مع هذا الموضوع بسهوله وتدرس جوانب من جميع الجهات حتى يكون هنالك من جانب عضوي، من جانب نفسي، من جانب اجتماعي. طيب اذا هي كانت زواجي ما مثقفه بمستوى انه توصل لدراسه معينه، هل ناس مختصين لمن تلجا بهذه الحاله؟ يعني هي تلجا مثلا الى القضاة والى القانون، هذا من باب. من باب اخر انه تلجا الى اذا تريد تغير يعني من حال زوجها وكذا، هنالك الجانب العضوي ممكن انه تلجا الى اطباء لمختصين بالهرمونات والغدد، ونفس الحاله ممكن انه هنالك استشارات نفسيه بالجانب النفسي والاجتماعي وبالارشاد الاسري وبالارشاد، لدينا كثير من المراكز. طبعا هي تمت المراجعه مره واحده للطبيب التغذيه، لو اكثر من مره ممكن يشيرهم الى مختصين اخر. يعني هذا الموضوع، موضوع الانفصال والطلاق بسبب السمنه وبسبب انه ماكو توافق صار بين الزوج والزوجه في هذا المجال، يحتاج الى اكثر من محاوله، يحتاج الى اكثر من دقه، يحتاج الى شخصيه مرنه، بحيث انه تنظر الى الموضوع من منظار عديد في سبيل انه لا تقع في الخطا عمليه اتخاذ القرار العجل والمستعجل، وبالتالي انه تتندم عليه. فهسه هي تريد العوده. صح. ولكن العوده كانت صعبه جدا، بحيث انه لا القضاء ممكن انه يقف يقف الى جانبها، ولا الزوج يقف الى جانبها، ولا اهل الزوج يقف الى جانبها، وحتى هي بقت في حيره من امرها، في صراع، وهذا الصراع انه تريد انه توصل زوجها وتبقى على وضعها وتعدل به. هي انا اقول له يعني برايي انه لو باقيه مع زوجها ومرور الزمن تاثر به، يعني اربع سنوات يعني مو ذاك العمر اللي ممكن نقول انه عدت حقبه زمنيه مع زوجها. اولاد بيناتهم؟ اولاد؟ لا ماكو اولاد. ماكو اولاد، قد يكون هذا هو احد الاسباب اللي موجوده. ليش؟ لانه الزوجه عندما يكون لديها اولاد قد يكون هنالك سلوك اهتمامها يتحول من زوجها الى أولاد. اولادها، وبالتالي فراح
ما تنطي كل الاهتمام، ما تنطي نصف الاهتمام، فقد يكون ما تعي اهتمام بأنه هذا مظهر الخارجي كذا وكذا. ليش؟ لأنه هي ليس لديها أولاد، وبالتالي فكان اهتمامها معلق بهذا الموضوع 100%، ولم يحصل أي تغيير، فكان هناك إحراج من قبل. عندما تذهب إلى مناسبة معينة يكون هناك إحراج، وهذا الحرج الموقفي والخجل الموقفي والخجل الاجتماعي سبب لهم عزلة. هاي العزلة اجتماعية، والعزلة الاجتماعية طورت وسفحلت حتى صار بيناتهم طلاق عاطفي قبل أن يكون هناك طلاق محكمي أو بالقضاء كذا. وبالتالي هذه كلها فواصل وابتداعات هم لو يعني. ولا تنسين أنه تدخل الأهل في هذا المجال أيضا سبب من الإرباك، يعني أهل الولد ممكن أنه تكلموا معه وبالتالي صاروا بجانب ابنهم وبدأ الانفصال وعدوه بأنه يزوجوه، فهذا أبعد المشكلة. فلما عندما شعرت الزوجة بأنه لا يكون هناك أي جواب في هذا المجال، فرادت أنه العودة. العودة وبدأ الندم عندها وبدأ كل هذه الاهتمامات، فتريد ترجع وتحاول. أنا متأكد من ترجع راح تعدل من زوجها وتأثر تأثير إيجابي مو تأثير سلبي. يعني عملية اتخاذ القرار والانفصال والطلاق كذا هذا ما كانت غير موفقة في اتخاذ القرار. فأنا كان الأجر بها أنه تكون موجودة مع زوجها وتأثر في مرور الزمن، وبالتالي يكون التعديل صالح لصاحب الزوجة. طيب هي الحالة الآن سألتنا سؤال اللي ممكن أطعن في الطلاق، الجانب قانوني جاوبناها على هذا الموضوع. نعم. لكن من جانب نفسي وكاختصاص دكتور، هل ننطيها أمل بأنه ممكن ترجع، أو ممكن الزوج بعد زواجه من زوجة أخرى جزء الحالة راح تترتب عليه تنعاد مرة أخرى بعد تقبل الزوجة الثانية اللي مظهرها، أو لا يعني ننطيها أمل أنه، أو لا ممكن أنه ننطيها أمل ثاني لأنه تشوف حياتها؟ يعني هي الزوجة الثانية، إذا فرضنا الزوجة الثانية عندما يتقدم لها الزوج هذا فراح تشوفها هي على وضع الحالي. في الزواج الأول لا، كان رشيق، كان مهتم مظهره، كان مهتم بهذه الأمور، فشافت على هذا. في مرور الزمن بعد 4 سنوات تغيرت عند الحالة الفسيولوجية، قد يكون بسبب وراثي، بسبب بيئي، بسبب هرمونات، بأسباب كثيرة، ولكن صار تغيير. في حين من يأتي إلى يتقدم على امرأة ثانية فهي راح تشوف على وضعها هذا اللي موجود أمامك، تقبليه تقبلي ما تقبلي، أنت المسؤولة عن قرارك وأنت مسؤولة عن اختيارك. فإذا يعني صار هذا الزواج الثاني ممكن يكون أكثر ثبات من الأول. نعم. ليش؟ لأنه ما راح يصير تغيير قد يكون. وهذه التجربة اللي كان نستفيد من الخبرات السابقة. شنو المشكلة اللي أدى إلى طلاق قد يكون بلا. ممكن أنه هذا يبدي يعالج نفسه، يبدي يوقف عند هذا الحد من السمنة، يبدي أنه يهتم بالنظام الغذائي، يبدي بكذا. هذا أشبه بعقوبة. ممكن المجتمع راح يأثر عليه، مجتمعنا بطبيعته يتنمر. نعم. على الكلمة يتنمر. نعم. كيف بالمظهر ممكن المجتمع يأثر به وممكن يغير، هو يصير عنده تغيير هو من ذاته. يعني لو تجين صب القرار بأنه هو عقوبة إلى الزوجة الأولى، شلون ما بقت مثلا مع زوجها واهتمت به وصبرت عليه، هو في مرور الزمن يبدي يحسن، يا أما يسوي قص معدة، يا أما يعدل مسار، يا أما يسوي نظام غذائي، يا أما كذا. حلو كثيرة والطب حلو كثيرة يعني. اللي موجودة. ولكن عم يتخذ القرار وبهذه السرعة وبهذه العجالة اللي موجودة أدى إلى النفور. فهذا النفور حتى أنه أنا أثبت للمقابل لا أزال مرغوب، لا أزال ممكن عندي تقبل اجتماعي. الدليل على هذا أنه راح أتزوج، من الزواج هي راح توافق على الهيئة اللي أنا فيها حاليا. نعم. فلهذا السبب شو يعني أنه الدليل على هذا أنه بدأت تبدأ عندها الغيرة والعودة إلى الوراء، صارت النكوص أن يا ريت أنه أرجع الزوجي، وبالتالي أنه أقبل على الوضع هذا وأنا معاه راح أعدل من مظهر الخارجي، من أناقته، من اهتمام الشخصية، من كذا. بهذه الأمور كلها ممكن يكون. يعني أنا أعتقد أحد الأسباب الرئيسية هو عدم الإنجاب أدى إلى هذا الشيء. ممكن الإنجاب طفل يعزز العاطفة عند الأبوين، رابط قوي ورابط يكون حلو. عندنا مثل مجتمعنا يقول إحنا
كل ما صار اطفال كل ما تثبت زوجها. نعم. اي هذا العدد وكل ما جابت اكثر اطفال يعني هو مو قصه انه بالعدد لكن نعم. مع ثبات وايضا تعزز العاطفه بين الزوج على يقين والزوجة. لو كان لديهم طفل او طفلين لسبب هذا اللي سبب السمنه وسبب كذا ما يعتبروه سبب ثانوي صح. مو سبب رئيسي صح. وبالتالي يديم العلاقه ويبدا في عمليه التغيير والتعديل. نعم. ممكن تاثيرها هي بعد انه تصير ام لاولاده راح يكون لها تاثير اكثر عليه. نعم والف عين لجعل تكرم صح لعيون اطفالها لعيون اولادها. نعم. ممكن تتقاضى وتتغاضى هواي كثير ممكن منها. العكس هو يغير من نفسه لاجلها ولاجل اولادها. وايضا يعني عمليه العمل باستمرار هذه الحركه المستمره كذا هذا ممكن انه يولد استهلاك لهذه الطاقه وبالتالي راح يكون هنالك نظام غذائي معين وهذا النظام الغذائي ممكن انه يسبب له مظهر جيد يرجع. فهي عموما يعني الانسان عندما يتزوج بالسنه الاولى واجي بعد 5 سنوات حتما اكو تغيير طبعا بعد 10 سنوات حتما اكو تغيير طبعا بالمقابل انه هي هم قاعده تتغير. هو بدون زواج الانسان يتغير كل سنه عن الثانيه. نعم. كيف بانه يرتبط بالشخص. دكتور هسه احنا حكينا بالممكن هوايه ممكن انطيناها هواي حلول لو هي لجأت لها كان المشكله انحلت ما وصلت. نعم. للطلاق. الان ننطيها امل ام تشوف طريقها؟ يعني تجربه اخرى؟ تجربه اخرى ام تنتظر هذه التجربه؟ هذه التجربه هي عندها محاولات لهذه التجربه والدليل على محاولتها بانه طرقت باب القضاء طرق القانون بانه العوده الى زوجي وبالتالي يتحول هذا الطلاق الى طلاق اخر حتى يكون هنالك توافق وهناك اتفاق وهنالك صلح بين وعندنا كثير من المراكز اللي هي موجوده مراكز النفسيه. مهمه هذه المراكز هي لتقريب وجهات النظر بين الزوج والزوجه ضمن الارشاد الاسري والارشاد الزواجي وبالتالي يتقربون وجهات النظر والحل لهذا ويلمون الشمل بيناتهم. هذا في حاله انه هي عندها استعداد لديها الاستعداد بانه ترجع وتعالج الموقف وتكون الزوجه الصالحه وتبدا من الصفر. هذا واحد. في حين اذا ما حصل هذا الشيء ممكن انه هي لا تزال شابه لا تزال يعني 4 سنوات مرت في تجربه وهي تجربه زواجيه وان باءت بالفشل ولكن هي نستفيد الانسان يستفيد من اخطائه. تخلي الشكل والمظهر الخارجي اساس زواجها الثاني؟ نعم. نعم لان هذا معيار الدليل على هذا اخذ ما اخذ من عندها وما غضت البصر عنه واخذت يعني بهذا المجال ولكن شنو؟ انه تهتم بالمظهر الخارجي مالته واناقته ورشاقته بهذا المجال فتعطي هذه الاولويه. نستفيد من التجارب ال4 سنوات اللي انحرمت مثلا او شنو اهدافها شنو كذا ممكن انه من قدم لها اي شخص تنظر بهذا المنظار وبالتالي تخلي النقاط على الاحرف حتى لا تقع في نفس المشكله اللي موجوده وهي يعني الانسان عنده اهداف ويسعى الى تحقيق هذه الاهداف فهي من ضمن اهدافها انه تقترن بزوج رشيق انيق ذو اهتمام ذو منطق جيد كذا في سبيل انه تكون هنالك توافق من هذا المجال. لا يغني انه هنالك الجانب الثقافي مهم جدا صح الجانب الثقافي والجانب الاكاديمي قبل شوي قلت حتى لو انه كانت ما متعلم طور من نفسها الان بكل سهوله يقدر الانسان يطلع من خلال الانترنت صح. من خلال الانترنت من خلال التواصل الاجتماعي من خلال التلفاز من خلال كثير من المعايير اللي موجوده وكثير من المصادر اللي موجوده بدا الفرد يتثقف بثقافه الاخرين فحتى وان كان لديه ليس لديه جانب اكاديمي ولكن هو عنده جانب ثقافي صحيح هذه الثقافه يعرف انه ما عليه وما له وما يفضل انه يقوم به هذا المجال فصار عندهم نوع من الثقافه بهذا المجال. فانا يعني اتصور انه من خلال هذه الفتره انه عندما تمر في تجربه اخرى لا تنسى التجربه الاولى. صح. تهتم من النقاط السلبيه والايجابيه حتى لا تقع في نفس ولازم المشكلة. تعترف باخطائها بهذه التجربه وتحسن. هي تسرعت. نعم. تسرعت في عمليه اتخاذ القرار ممكن ترجع لزوجها وممكن تتعالج وممكن هو يتعالج. كثير من الحلول الموجوده وبالتالي ممكن انه يكون هنالك توافق بيناتهم حتى يمرون
في حياة سعيدة وحياة يعني كلها عطاء. نعم. وأيضا ننصحها أو أي حالة أخرى تروح إلى محكمة نتخلي محامي، وأكو حلول كثيرة قبل أن يتخذون موضوع الطلاق، يعني مو سهل هذا الموضوع. أكيد كان ممكن أنه سبب ضرر وسبب تفريق مثل ما المختص المحامي حكينا بهذا الموضوع. يعني هو كان يعني كان يفترض أنه يكون متأنية في عملية اتخاذ القرار. صحيح. يعني اتخاذ القرار أدى إلى هدم العش الزواج. صحيح. اللي موجود. فكانت متريثة أفضل ما كانت متسرعة، والدليل على التريث مالتها بأنه حست بالندم. وفي النهاية ننصح الأزواج الاهتمام بصحتهم وتجنب الكسل والخمول وتمضية النهار بالجد والعمل وممارسة الرياضة المختلفة أقلها المشي الخفيف والابتعاد عن الوجبات التي تسبب تراكم الدهون لديهم ومن ثم الخمول والتأثير على قدراتهم الجسدية والعقلية وتسبب لهم نفورا من الآخرين وخصوصا الشريك الآخر.